أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أن مملكة البحرين تخطو بثبات في صناعة المحتوى السياحي وفق رؤية متقدمة تبنتها الحكومة الموقرة بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى وإشراف وتنفيذ سمو رئيس الوزراء الموقر ودعم ومؤازرة سمو ولي العهد لوضع اسم مملكة البحرين على أجندة السياحة الإقليمية والعربية والعالمية، وأن المؤشرات الإيجابية التي تبثها الأرقام أو تثبتها الأرقام تشكل حافزا للمزيد من بذل الجهود وفق الرؤية التي تبنتها الحكومة الموقرة لاستراتيجية هيئة البحرين للسياحة والمعارض بأن تكون السياحة عنصرا فاعلا من خلال إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي وتطوير المنتج السياحي. جاء ذلك خلال تكريم وزير الصناعة والتجارة والسياحة بوسام السياحة العربية من الطبقة الأولى، والذي يعد أرفع وسام يمنح للشخصيات البارزة على المستوى الإقليمي والتي لها دور كبير في تنمية وتطوير العمل العربي المشترك في مجال صناعة السياحة، والذي تمنحه المنظمة العربية للسياحة خلال أعمال الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي السياحة والأمن رافدان للتنمية، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي وزراء السياحة وقادة الأمن السياحي في الوطن العربي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى عدد من المنظمات ذات الاختصاص وذلك بمحافظة الإحساء. بهذه المناسبة عبر سعادة الوزير عن شكره وسعادته لهذا الإنجاز الذي تحقق نتيجة للتوجيهات والرؤى السديدة للقيادة في وضع المملكة على خريطة السياحة الإقليمية والعربية والعالمية باعتباره أحد الركائز الهامة والواعدة للتنمية الاقتصادية، نظرا لما تقدمه البحرين من حوافز وتسهيلات جاذبة للسياح والمشروعات السياحية على حد سواء. طلب من هيئة البحرين للسياحة والمعارض بتقديم استراتيجية واضحة للارتقاء بالقطاع السياحي بالأخص في مساهمته في الناتج المحلي لمملكة البحرين، وبتوجيه من القيادة الرشيدة وممثلة في مجلس الوزراء الموقر واللجنة التنسيقية تم اعتماد هذه الاستراتيجية بخطوط عريضة وبأهداف واضحة، ولله الحمد تمكننا من إنجاز أغلبية هذه التحديات اللي وضعناها على أنفسنا، وانتهينا من المرحلة الأولى في وضع البحرين على خط واضح للارتقاء بالقطاع السياحي. الآن احنا اعتقد في المرحلة الثانية من تنفيذ هذه الاستراتيجية، وهي بعد ما أسسنا إلى الوضع السياحي كيف يمكن أن ننطلق للعالمية بحيث أن نجعل البحرين مقصد سياحي عالمي وليس فقط إقليمي وبلد تجذب السواح من جميع أنحاء العالم. طبعا نعمل بالتعاون الوشيك مع أجهزة أخرى في الدولة على رأسها طبعا مجلس التنمية الاقتصادية، شركة طيران الخليج، الناقل الوطني لمملكة البحرين، بالإضافة إلى القطاع الخاص بما يقدمه من منشآت ومن فعاليات.